ندى، يمكن الليبرو او مركز الليبرو عايز هدوء اعصاب، وانت ما شاء الله يعني هدوء اعصاب رهيب، وكمان بابا كان بيلعب فولي بول. يعني قولي لي في الماتش اللي فات، وخلي بالك انت كان عليك عبء كبير، او الليبروهات كلها بصفه عامه كان عليها، لان كان الصيد موفقين في سيرفاتهم، موفقين في الضرب. كلميني عن الماتش ده. هو طبعا انا الماتش ده بالذات ما ينفعش اتوتر، لان انا اكتر صحيح. واحده لازم هقعد اقول لهم كل واحد يهدى، علشان انا ما بضربش، انا كل اللي بعمله ان انا بدافع استقبلي بس. والصيد كمان السياتهم رخمه، ما بالظبط، فانا لو توترت الفرقه كلها تقع معايا. صح. وانا الحمد لله بفضل ربنا انا مش بتوتر بسهوله خالص انا يعني. حاسس بكده، بس فالحمد لله ان ربنا وفقني في الماتش ده، وعرفت ان انا اخلي الفرقه ما تتوترش يعني. ان انا طب تعليمات كابتن حمدي الصافي ليك ايه؟ بس خلي بالك الليبرو بيبقى ليه تعليمات مخصوصه، او كونتاكت مع الكوتش، لان انت اول كوره تقريبا انت اللي بتستلميها تقريبا يعني. طبعا كل بيستلم معاكي، بس انت تقريبا بتبقي اغلب استلامك. كان توجيهاته ليكي ايه؟ هو ان انا العب بلعبي وما اتوترش خالص، وان انا اشيل اللي جنبي هم يضربوا وانا اللي استقبل واخد ديفنس. فانا يعني هبسط عليهم الامور كتير قوي يعني. انا لو اول كره طلعت مني خلاص هم هيخلصوا على طول ان شاء الله يعني. يعني هو قال لك اهدي و العب لعبي يعني، مفيش حاجه. هو بيثق فيكي جدا على فكره. يعني دي حقيقه. يعني انت كام بطوله مع الاهلي هنا؟ دي رابع سنه ليا يعني، انا كده بقالي 4 سنين يعني. دوري وكاس دي 8، فيهم بطولتين افريقيا دي 10، واحده عربيه. واحده عربيه، شفت حسبتهم ازاي؟ يعني برضه اسال. لا اصل انتوا ما شاء الله انتوا اجبرتوا الناس تتابعكم. يعني اجبرتوا الناس تحترمكم وبادائكم وبالتزامكم، ولازم تحافظوا على ده. فانت 11 بطوله ما شاء الله في 4 سنين، ولسه صغيره، لسه عندك يعني كتير. طيب يعني برضه بصفه عامه، ساعات بيكون الليبرو عمره في الملعب طويل. يعني الليبرو يمكن اكتر لاعب ممكن يقعد يعني فتره في الملعب، بيتهيألي يعني، لان هو بيكون بيعتمد على الاستقبال. انت حابه تكملي مع النادي الاهلي يعني لسنين طويله وتعملي ريكورد، ولا طبعا حابه الوقت معاكي؟ مفيش حد يبقى عايز ان هو يلعب سنتين ويقعد، كله عايز يلعب لحد ما خلاص يعني، لو يجيب اخره فعلا. انا طبعا عايز العب ل10 سنين كمان قدام ان شاء الله يعني. واكيد ان شاء الله تحققي بطولات، بس صعب يبقى ما تكسريش رقم نهله كابتن نهله. لا نهله انا مش هقدر اكسر يعني، لو جيت على خلاص قربت منها انا هبطل عادي. طب علاقتكم ايه بنهله يعني؟ لا نهله انا اول ما طلعت نهله اول واحده كانت جنبي وكانت شجعتني، كنت اصل نهله واقفه جنبي في الملعب يعني. بس فهي ليها دور كبير قوي معايا، ان انا عندي ثقه في نفسي ان العب مع ناس كبار يعني. صحيح.